دلوقتي بقى هنعمل لقاء لطيف جدا مع احدى الكاتبات الشابات المصريات الجميلات اللي دايما بنكون الحقيقه فرحانين بيهم ودايما بنكون عايزين نشجعهم، خاصه لو هم بجد موهوبين وخاصه لو هم بجد محققين نجاحات. معانا ساندرا سراج. ساندرا سراج هي من الكاتبات الشابات الجميلات المصريات اللي ابتدت من 2017، والحقيقه ان هي ليها اكتر من روايه، قدرت تثبت نفسها وقدرت تحط نفسها مكان وسط الكتاب بيهم، ودلوقتي كمان هي مشاركه في معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 54. مساء الخير يا ساندرا. مساء النور. ازيك؟ ميرسي جدا. اولا احنا سعداء بيكي وسعداء بنجاحك، واحنا دايما زي ما كنت بقول كده يعني بنشجع الشباب وبنشجع كل موهبه جديده ليها علاقه بالكتابه، وخاصه بقى لو بنت هنشجع اكتر واكتر. انا اللي سعيده جدا، وجدا انا بقيت بتفائل باللقاء معاكي قبل كل الروايه. يا حبيبتي ميرسي. يلا احكي لي بقى مشاركه بايه السنه دي؟ انت ابتديتي تكتبي من 2017 زي ما كنت بقول. أيوة. احكي لي بقى مشاركه بايه السنه دي؟ طيب السنه دي انا مشاركه بروايه ماذا لو. ماذا لو ميني اباوت وات افس، اللي هو السؤال وات اف. يا وات اف، السؤال اللي بتبقى بالليل كده سرحان فيه، لو انا شخص تاني واختياراتي اختيارات تانية وحياتي صحيح. حياه تانيه، حياتي تبقى عامله ازاي؟ فروايه ماذا لو ده لو انت شخص تاني. لو انت شخص تاني بيحصل ايه في الروايه؟ في مين ابطال الروايه ولا هي افكار لمجرد افكار؟ لا هو طبعا في كذا بطل، بس هو يعني عشان هي روايه كلها حرق مش عارف احكي. بس هو ميني ان البني ادم ده او البطل في كل يعني during the trip بتاعت الروايه هتلاقي ان هو في كل فتره بيكتشف حد جديد جواه. طيب دلوقتي خلينا نتكلم بقى عن رايك في المعرض. دلوقتي انت بنوته جميله مصريه صغيره، شايفه قد ايه شباب زيك، شايفه قد ايه ناس مهتمه زيك، مش بس عشان انت كاتبه انما كمان انت في سن معين اكيد مهتمه ان انت تشوفي زيك كتير في المعرض. هل ده شايفاه التنوع اللي موجود في المعرض؟ رايك فيه ايه؟ الجمهور اللي موجود في المعرض رايك فيه ايه؟ ده حقيقي، لان كمان الكام معرض اللي فاتوا بسبب الكورونا كان في ناس كتير مختفيه من المعرض ما كناش بنشوفهم. دلوقتي رجعنا تاني نشوف الاهالي معاهم اطفالهم اللي رايحين عند تنوع كبير جدا. يس، دي احلى حاجه، لان هم بيعودوهم كل سنه ان انت ليك لازم زياره للمعرض وانس ان في معرض. صح. فدي احلى حاجه. صح. فبيكبر بيبدا بقى يروح لنا هناك عند الكتب. لذيذ. يس، فدلوقتي بعد ما كانوا مثلا بيقولي سن الشباب بقى بيقولي معاهم ولادهم، فالموضوع بدأ يبقى لذيذ ومتنوع، بتلاقي جمهورك بيكبر، الناس بتكبر، فدي حاجة لذيذة جدا.